اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناه كوره لوكر. النهارده معانا اهم وابرز المعلومات عن اللاعب متعب معيد. متعب معيد لاعب كره قدم سعودي، مواليد 20 نوفمبر 1994 ميلاديا، يلعب في نادي السلميه، يلعب في نادي السلميه، لعب سابقا في نادي الشعلة. الاسم بالكامل متعب حسن معيد، تاريخ الميلاد 21 نوفمبر 1994، عمره 28 سنة، الطول 1.80 متر، مركز اللاعب صانع ألعاب، جنسية سعودي، يلعب مع نادي السلمية برقم 17، مركز مسيرته الشبابية مع نادي الشعلة. أشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما أن أنتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.